شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أرجو من كتابة أسماءكم في الشات لكي يتم التحضير آخر المحاضرة العشر دقائق الأخيرة. الآن نبدأ إن شاء الله في مقرر مبادئ إدارة الأعمال بمنشأة اللي يكون سهل جدا. عندنا مقدمة هذه بشكل تقريبا بشكل عام. من هنا نأخذ الإدارة وأهميتها وتعريفها. إن مقدمة تعتبر الإدارة اليوم من الأهمية بمكان نظرا لتغلغلها في جميع أوجه النشاط الإنساني، سواء كان ذلك في المؤسسات والشركات أو القطاعات الحكومية. عندنا يا شباب تعريف الإدارة، عندنا تعريف الإدارة بأنها العملية التي يمكن بواسطتها تنفيذ غرض معين والإشراف عليه. الإدارة بأنها العملية التي يمكن بواسطتها تنفيذ غرض معين والإشراف عليه. كذا تعريف الإدارة. عندنا أهمية دراسة الإدارة، أهمية دراسة الإدارة، تعتبر الإدارة من الأمور الحيوية والجوهرية في عصرنا الحاضر، نظرا لأنها تسهم بشكل مباشر في تسهيل الأعمال وتركيز الانتباه على الأهداف. برزت أهمية الإدارة بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية، حيث كان هناك توسع كبير جدا في إنشاء المصانع، مما أوجب نقلة كمية ونوعية في تطوير علم الإدارة من خلال مساهمات عدد كبير من العلماء في هذا المجال. أهداف الإدارة: 1- الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية ومواد الخام والمعلومات بحيث تؤدي إلى زيادة الإنتاج والجودة وبأقل تكلفة ممكنة. السلام عليكم. عليكم السلام. 2- تنمية القدرات والكفاءات البشرية التي تعمل على تنفيذ الخطط من أجل تحقيق أهداف المشروعات على اختلاف أنواعها. 3- الارتقاء بمستويات المعيشة للأفراد العاملين في المشروع بشكل خاص، وتحقيق الرفاهية للمجتمع بشكل عام. عندنا أهم إسهامات المدخل التقليدي الإداري، أهم إسهامات المدخل التقليدي الإداري. 1- البيروقراطية الإدارية. 2- ترتبط البيروقراطية الإدارية باسم العالم الألماني ماكس فيبر، الذي طور مفهومها بهدف توفير الحد الأعلى من الكفاية، وتستند هذه النظرية على قواعد محددة. 3- خصائص الإطار الإداري للبيروقراطية. خصائص الإطار الإداري للبيروقراطية. 4- القواعد، ضوابط محددة لسلوك الموظفين خلال أدائهم للأعمال. 5- يكون الولاء للمكتب والوظيفة وليس للشخص الذي يقف على قمة الجهاز الإداري. 6- تصبح الوظيفة مستقبلاً حرفياً. 7- المكتب والوظيفة ليست ملكاً لأحد. 8- يخضع شغل الوظيفة للتنافس الحر المبني على الكفاءة. 9- يبني أسلوب الضبط والإشراف والرقابة على العلاقة الهرمية التي تفرض وجوب سيطرة المكاتب العليا على المكاتب الدنيا. نكتفي ب9 يا شباب. الشيء اللي بعد ذلك الإدارة العلمية، من أبرز رواد هذه المدرسة، وهذه غير مهمة بعد. عندنا أهم مبادئ الإدارة لهنري فايل، أهم مبادئ الإدارة لهنري فايل. أخذنا يا شباب تعريف الإدارة، أخذنا مفهوم الإدارة، وثالثا أهم مبادئ الإدارة لهنري فايل. هذه الأشياء المهمة، فيها أشياء قرأناها بشكل عام. أهم مبادئ الإدارة لهنري فايل: 1- مبدأ تقسيم العمل. مبدأ تقسيم العمل، ويقصد به مبدأ التخصص، والذي يؤدي إلى الكفاءة العالية في العمل. 2- السلطة. مبدأ السلطة، أي منظمة تحتاج إلى سلطة لتنفيذ العمل المطلوب، وتتكون السلطة من السلطة الرسمية والسلطة الشخصية. ثلاثة، مبدأ وحدة القيادة، يجب أن يكون للمنظمة أو المنشأة مدير إداري واحد،
وحدة القيادة. أربعة، مبدأ النظام، يجب على الأفراد داخل المنظمة احترام الأنظمة والقوانين والقواعد التي تحكم العمل. خمسة، مبدأ وحدة التوجيه، طبقا لهذا المبدأ فإن كل مجموعة من الأنشطة لها نفس الهدف، يجب أن تكون لها خطة واحدة ورئيس واحد. مبدأ مكافأة الأفراد وتعويضهم، يجب أن تكون مكافأة الأفراد عادلة وقادرة على تحقيق أقصى رضا ممكن لكل من العاملين وأصحاب العمل. مبدأ مركزية السلطة، يجب أن يكون تركيز السلطة في المستويات العليا من التنظيم كلما أمكن ذلك. مبدأ تدرج السلطة، نعني بتدرج السلطة تسلسل السلطة من أعلى إلى الأسفل. مبدأ الترتيب، يقصد بمبدأ الترتيب أن يكون لكل شخص مساحة مرتب ترتيبا جيدا. مبدأ المساواة، يجب أن يكون هناك مساواة بين العاملين من قبل المدير. مبدأ استقرار العمالة، المحافظة على العاملين من خلال عدم تسربهم إلى منظمات أخرى. ومبدأ المبادرة، ويقصد بها التفكير بالخطة وتنفيذها وتشجيع الأفراد على تقديم الاقتراحات التي تطور العمل. وآخر مبدأ ما اللي هو مبدأ التعاون، لابد للرئيس والمرؤوسين من التعاون والعمل على مبدأ روح الفريق الواحد. بعد ذلك يا شباب عندنا التخطيط. التخطيط وش هو يعرف التخطيط أهم، يعتبر التخطيط أهم الوظائف الإدارية بالمقارنة مع بقية الوظائف الأخرى كالتنظيم والتوجيه والرقابة. هذه معلومة مهمة يا شباب، ربما يكون صح وغلط. يعتبر التخطيط أهم الوظائف الإدارية بالمقارنة مع بقية الوظائف الأخرى كالتنظيم والتوجيه والرقابة، والتخطيط يسبق أي عمل تنفيذي آخر. فمن خلال التخطيط نستطيع أن ننفذ بقية الوظائف الإدارية الأخرى. لذا تعد عملية التخطيط من أهم وظائف المدير في أي منظمة. من خلال التخطيط يتم تحديد أهداف المنظمة ورسالتها عن طريق إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم مجموعة من الخطط والبرامج لتحقيق نتائج معينة باستخدام إمكانيات وموارد محددة في ظل ظروف بيئة قائمة. أخذنا معلومة مهمة اللي هي يعتبر التخطيط أهم الوظائف الإدارية بالمقارنة مع بقية الوظائف الأخرى كالتنظيم والتوجيه والرقابة. بعد ذلك عندنا مفهوم التخطيط. عندنا كم تعريف يا شباب للتخطيط؟ راح ناخذها نشوف الأسهل منها وناخذها بمشيئة الله. عندنا التعريف للعالم هنري فايل، يعرف التخطيط لأنه عملية التنبؤ بما سيكون عليه المستقبل مع الاستعداد لهذا المستقبل. نشاط ذهني منظم حول القرارات والأنشطة ذات العلاقات بالفرد والجماعة أو وحدة العمل أو المنظمة ذات العلاقات بالمستقبل. التخطيط الأسلوب العلمي للإدارة المجتمع وتوجيه الموارد البشرية والمادية والمالية المتاحة على النحو الذي يساعد على تحقيق الأهداف الاقتصادية في أقصر وقت ممكن بأقل جهد. يعرف التخطيط الأساتذة هايمان وسكوت عملية التخطيط بأنها وظيفة الذكاء في الإدارة، حيث تشتمل هذه الوظيفة على جميع المعلومات التي تحدد الأهداف والسياسة وتقرر الاستراتيجية التي يجب أن تتبعها المنظمة. والتخطيط في تعريف ثاني يقول التخطيط هو نشاط يستهدف تحديد الوضع الحالي للمنظمة وتحديد الوضع المستقبلي المستهدف وكيفية تحقيق ذلك من خلال تحديد الغايات والأهداف النهائية.
هنا يقول لك مع تحديد الوقت الزمني اللازم لكل من الغايات والأهداف والأعمال والوسائل، يتضح من خلال التعاريف السابقة لوظيفة التخطيط نستنتج ما يلي. عندنا تقريبا 7 تعاريف. أن التخطيط نشاط يتكون من عدة مراحل وخطوات. أن التخطيط نشاط مستقبلي يتم دراسته في الوقت الحاضر. التخطيط هو تحديد لأوجه الاستفادة من جميع الموارد المتاحة بالشكل الأمثل في المنظمة، سواء كانت مادية أو بشرية أو مواد خام. التخطيط عمل فكري رشيد لمختلف الأنشطة الإدارية. التخطيط نشاط متصل بحيث لا تنتهي خطة إلا ويتبعها خطة أخرى. التخطيط يتم عن طريق التخطيط تحديد الغايات والأهداف. التخطيط هو تحديد السياسات والخطط والبرامج. راح يا شباب نشوف الأسهل منها وناخذه. عندنا باء ودال. باء: أن التخطيط نشاط مستقبلي يتم دراسته في الوقت الحاضر، أو إنه عمل فكري رشيد لمختلف الأنشطة الإدارية. التعريف المهم هذا يا شباب اللي هو حرف الدال: عمل فكري رشيد لمختلف الأنشطة الإدارية. هذا هو تعريف التخطيط. يتضح أن التخطيط الجيد يقوم بدور هام في نجاح المشروع وتحقيقه لأهداف المطلوبة. ويمكن هنا كثر بعض المزايا الهامة للتخطيط. قلنا ما هي، أو اذكر المزايا، أو اذكر مزايا التخطيط. اذكر مزايا التخطيط: 1. يوضح التخطيط الأهداف التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها بالصورة التي يمكن جمع أفراد المنشأة من معرفة هذه الأهداف. 2. مواجهة التغيرات الطارئة، فيساعد التخطيط الجيد على التعرف وتحديد المشكلات المستقبلية المتوقع حدوثها، وبالتالي الاستعداد لمواجهة هذه الأهداف والعمل على تلافيها قبل وقوعها. 3. مواجهة المنافسة، فيساعد التخطيط السليم المنشئة على المنافسة مع المنشئة الأخرى والبقاء في مركز تنافسي قوي في السوق. 4. يساعد التخطيط على التنسيق بين الأنشطة الرئيسية والفرعية في المنظمة. 5. يساهم التخطيط في استغلال الموارد المالية والمادية والبشرية. 6. يؤدي التخطيط الجيد إلى الشعور بالأمن الوظيفي للعاملين. 7. يساعد التخطيط الجيد المدراء على من رؤية الصورة الكاملة للمنظمة، وبالتالي تحديد الأهمية النسبية لكل نشاط من الأنشطة والعلاقات المتداخلة. 8. يساعد التخطيط على تسهيل عملية الاتصال بين الإدارات والأقسام والأفراد وجميع العاملين. 9. رفع كفاءة عملية الرقابة. 10. والأخير، يؤدي التخطيط إلى خفض العمل غير المنتج إلى أدنى حد، فالجهود التي ستبذل لأداء عمل معين ستدرس بدقة وعناية، ويستبعد أي جهد لا يؤدي إلى تحقيق العمل بشكل فعال. هذه كلها من مزايا التخطيط. عندنا المشاكل التي تعترض عملية التخطيط. بعض المشاكل: 1. الصعوبة في الحصول على المعلومات الدقيقة والحقائق المتعلقة بالمستقبل. 2. في بعض الأحيان تكون المعلومات والبيانات التي قامت عليها الخطة غير دقيقة أو خاطئة. 3. مراعاة الوضع الاقتصادي العام. 4. الوضع المالي للمنشأة قد ربما يعيق التخطيط. 5. قلة الاهتمام بالتخطيط على الرغم من أهمية التخطيط، إلا أنه لا يوجد اهتمام على جميع المستويات الإدارية. 6. يرى البعض أن التخطيط يقيد من حرية الأفراد في أداء العمل. 7. وضع أهداف مبالغ في تحقيقها في الخطة. 8. الاعتماد الكبير على الخبرة، فبعض المدراء يصرون على آرائهم في عملية التخطيط المستمدة من خبراتهم السابقة.
تسعى مقاومة العاملين للتغير في المنظمة، ففي بعض الأحيان قد تتضمن عملية التخطيط اقتراح أشياء جديدة لأداء عمل معين. عندنا زيادة فعالية الخطة لزيادة فعالية التخطيط وللتكيف مع الصعوبات التي تواجه عملية التخطيط. يجب على الإدارة عند التخطيط أن تأخذ في الحسبان الاعتبارات التالية: وضوح الهدف، 2 التزام الإدارة العليا في المنشأة في عملية التخطيط والتنفيذ، 3 المرونة، إن الظروف المحيطة بالمنظمة تتصف بعدم الثبات فهي تتغير وتتطور بشكل مستمر، 4 المشاركة في التخطيط، 5 الواقعية في التخطيط، 6 توفر هيكل تنظيمي جيد، 7 البساطة، يجب أن تميز الخطة بالوضوح والسهولة لكي يسهل فهمها وبالتالي تطبيقها من قبل العاملين. عندنا أنواع التخطيط، عندنا 3 أنواع رئيسية حسب الزمن والمستوى والقطاع. أنواع التخطيط حسب الفترة اللي هي الزمن: التخطيط طويل الأجل ومتوسط الأجل وقصير الأجل. أما النوع الثاني اللي هو التخطيط حسب المستوى، فالتخطيط على المستوى القومي يتم على مستوى المجتمع أو الدولة ككل كالخطة الخماسية للدولة. 2 التخطيط على المستوى الإقليمي، يتم التخطيط على مستوى المحافظة. 3 التخطيط على المستوى المحلي، ويتم على مستوى الوحدات المحلية داخل الدولة. النوع الثالث التخطيط حسب مجال الاستعمال، وهو نوعين يتضمن أنواع التالية: الخطط متكررة الاستعمال، خطط فريدة الاستعمال. هذيك أنواع التخطيط. هنا مستويات التخطيط، عندنا 3 مستويات رئيسية: مستوى التخطيط الاستراتيجي، 2 مستوى التخطيط التكتيكي، 3 مستوى التخطيط التشغيلي. رؤوس أقلام، عندنا الشباب هنا التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التكتيكي، هذه المستويات: التخطيط الاستراتيجي في الإدارة العليا، التخطيط التكتيكي في الإدارة الوسطى، التخطيط التشغيلي في الإدارة التنفيذية. وهنا أهداف الإدارة العليا: أهداف عامة، سياسات، استراتيجيات. هنا بعض الأعمال من الإدارة الوسطى اللي هي التخطيط التكتيكي: أهداف فرعية وسياسات. أما الإدارة التنفيذية فلها برامج عمل وإجراءات وجداول تشغيل. عندنا سؤال مهم جدا: ما هي أو تتكون عملية إعداد الخطة من مراحل؟ السؤال اذكر مراحل عملية إعداد الخطة، اذكر مراحل عملية إعداد الخطة. عندنا تقريبا 7 أو 8 مراحل: 1 التعرف على الوضع الحالي للمنظمة، 2 تحديد الأهداف، 3 وضع الفروض الاقتصادية، 4 تحديد البدائل، 5 تقييم البدائل، 6 اختيار البديل الأفضل، 7 وضع الخطة، و8 تعديل الخطة. بعد ذلك الشباب اتخذ القرار، نترك المحاضرة الجاية بمشيئة الله. الآن نأخذ التحضير، تبقي 10 دقائق على نهاية الوقت. أرجو من الجميع فتح المايك ومشاركتي. خالد الظاهري، خالد الظاهري،
طيب الشباب ما عندي الصلاحية فتح المايك. خالد الظاهري. اثنين. حميد العنزي. راكان الشمري. راكان الشمري حاضر. محمد اليامي. حاضر حاضر محمد اليامي. عبد العزيز السماري. حاضر. طيب ماجد فيصل. ماجد فيصل حاضر. خالد الظاهري حاضر يا استاذ. خالد الظاهري اوكي. مشاري عبد الله العنزي. حاضر طال عمرك مشاري عبد الله حاضر. طيب سلطان محمد العنزي. حاضر معك سلطان محمد حاضر. طيب عبد الرحمن الخيال. حاضر استاذ حاضر. عبد الرحمن الخيال. طيب مشاري عبد الله العنزي. اوكي. عبد العزيز محمد. حاضر استاذ مشاري هذه المره الثانيه. المره الثانيه. طيب عبد العزيز محمد السماري ولا واحد ثاني؟ حاضر حاضر. انت السماري ها؟ السماري. ارفع صوتك. عبد العزيز محمد السماري حاضر. عبد العزيز السماري انت عبد العزيز محمد؟ عبد العزيز محمد السماري. طيب اوكي. اللي مسجل لهم حضور يا شباب خالد الظاهري، حميد العنزي، راكان الشمري، محمد اليامي، عبد العزيز السماري، ماجد فيصل، مشاري عبد الله، سلطان محمد، عبد الرحمن الخيال. في احد ما سمع اسمه؟ محمد الدياب. محمد مين؟ محمد صالح الدياب لو سمحت. محمد صالح الدياب؟ اي نعم. طيب باقي احد ما سمع اسمه؟ طيب يا شباب نرجع الساعة 5 بمشيئة الله. إن شاء الله. إن شاء الله أستاذ الله يعطيك العافية. موفقين إن شاء الله. Thank you.
فتح بث محاضرة من يوم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا رب ما في حد ولا حد سمع شيء. اسكت يا دقيقة. لا لا والله اللي في خاطر والله إنه مليان البث. يا رجل المعذرة. اللي في خاطر أنا اللي بشوف خلاص أنا قفل المايك. أنا لكم بقفل المايك أنا جبت العيد.